موجز اخبار الظهيرة من جريدة وقناة صح وسفراء اهلا بكم. في المستهل اجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف اليوم السبت بنيويورك محادثة ثنائية مع العديد من نظرائه في اطار مشاركته في اشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين لجمعية العمل الامم المتحدة. فيما التقى على توالي وزراء خارجية كل من بلجيكا وهولندا وسلطنة عمان واليمن وأريتريا وفنزويلا، كما استقبل أحمد عطاف سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وممثلتها الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة ليندا توماس غرينفيلد هذا وحل صبيحة اليوم السبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بذاري لولاية جالما للإشراف على مراسم انطلاق السنة الجامعية للموسم الدراسي 2023/2024 أين كان في استقباله والي الولاية حوري عجون بمعية السلطات الأمنية والمحلية للولاية وعلى هامش هذه المناسبة ألقى الوزير بداري كلمة الافتتاح والتي جاءت هذه السنة بعنوان جامعة مبدعة في خدمة جزائر صاعدة في حين تم تكريم الأساتذة الذين تم ترقيتهم لمصف الأساتذية وكذا تكريم مشروعين لمؤسستين ناشئتين تحصلا على وسم لابل إلى خبر آخرين نظمت الفيدرالية الجزائرية لبيوت الشباب اليوم السبت بولاية تلمسان اصلون العربي المغاربي لسياحه الشباب في طبعته الخامسه وقد شارك في هذه التظاهره كل من بيوت الشباب جمعيات شبانيه ونشطون في المجال من مختلف ولايات الوطن الجزائريه فضلا عن المنبر الولائي للثقافه والفن للاتحاديه الوطنيه للمجتمع المدني تلمسان وذلك بمختلف الالبسه التقليديه التي تزخر بها الجزائر نصل إلى ختام موجز أخبار الظاهرة شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله